أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد حللتم أهلا ووطئتم سهلا، وحياكم الله جميعا وأسعد يومكم بكل خير. آيات بينات من الذكر الحكيم تتلوها على مسامعنا التلميذة حسناء طاهري. علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. جزا الله عنا التلميذة حسناء خير الجزاء، ومشكور على هذه التلاوة الطيبة. قلت أعطوني كلمات للتعبير عن شكري وامتناني للأستاذ الأساتذة. عندنا بعض الأساتذة غادي يتقاعدوا هذه السنة، هذه نتمنى لهم أولا حياة مليئة بالأفراح والمسرات، حياة مع أسرهم هنيئة كلها سعادة، ونتمنى من الله عز وجل أنهم يمتعوا بالصحة والعافية حتى يستمتعوا بحياتهم إن شاء الله. يشرفني أن أتحدث في حفل تكريم الأساتذة أستاذ محمد أقرقوش، أستاذ عبد الخالق الرامي، أستاذ أحمد نجيري، والأستاذ عبد العالي بوعبلة، فأقول عرفنا فيكم نقاء السيرة وطهارة السريرة، حفظتم للمهنة شرفها، وكنتم مثالا للمسلم المعتز بدينه المتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. من قلوبنا لكم تحية إجلال وإكبار وعرفان، إلى من حمل أمانة الرسالة العلمية الشريفة، إلى من اتصف بالقدوة الحسنة، إلى من كان لين الجانب رضيا لا يغضب ولا يغضب أحدا. تتشرف جمعية عمرو بن العاص بتقديم هذا الحفل بشراكة مع أطور مدرسة عمرو بن العاص بالاحتفاء أولا بالتلاميذ المتميزين المتفوقين، ثانيا كما نشكر الأساتذة على مجهوداتهم طيلة الموسم الدراسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قال السيد مديرية صعوبة أن تعبر عن الأحاسيس أو العواطف ديالك، ولكن في هذه المواقف أكون فيها باعي، فما أستطيع أن أعبر عن مشاعري بالطريقة الحقيقية. أوصي الجميع أن يدوم هذا التلاحم، وأن تبقى المؤسسة في تطورها وفي عنفوانها وفي جديتها كما عهدنا من الإخوان الأخوات، وأشكركم جزيل الشكر. الآن ننتقل إلى الأستاذ عبد الخالق الرامي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبغيت نقول لكم كما قال السي النووي الله يذكره بالخير، الحضور ديالنا العام اللي فات أول مرة غادي يشد وأنا سعيد، أنا سعيد بوجود ديالي أمام هذه الوجوه الطيبة، أمام هذه الوجوه الطيبة بكل مكوناتها لتكون هذا الفرح ديال مناسبة التقاعد ديالي. شكرا شكرا جزيلا لكم. كلمات يعني تفيض حق شعور جميل جدا، كنتمناه يعني من صميم القلب لجميع الاخوان، انك ملي كتوصل لواحد المرحله ديال انك تمشي ترتاح بعد واحد المسيره ديال العمل ديال العطاء ديال الكتفه، الحمد لله ملي كتوصل لهذ المرحله هذه، فالحمد والشكر جزيل الله سبحانه وتعالى. وبهذه المناسبه لا يسعني الا ان نتقدم الشكر الجزيل لجميع الاخوان اللي حضروا اليوم في التكريم هذا، ولا الاخوان القدامى ولا الاخوان الجدد. وغادي نقلب على يعني المداخله ديالتي، ما غادي نقولش اش عطيت، لان هذاك الواجب الانسان تيأدي الواجب ديالو قدر ما استطاع، ولكن غادي نقول اش عطيت هذه المهنه الشريفه. السنوات ديال العطاء مرت كالبرق، وهي 40 سنه من العطاء في 3 محطات مهمه، 8 سنوات بمدينة تيزنيت، و 8 سنوات بمدينة كلمين،
24 سنة بهذه البلدة العظيمة الكريمة. هي حي انصار. كلما الإنسان عطى الاهتمام ديالو خصوصا المربي الى الجانب العاطفي مع التلم ديالو راه المهمه ديالو الحمد لله تتكون تتمرمر بسلام. والطفل ملي تيحبك وتيحب وتعتبرك الاب ديالو الثاني راه تدير فيه اللي بغيتي. واليوم نشكر بزاف تاع الاساتذه معنا باش يوصلونا حتى للمستوى السادس. كنشكر بزاف الاساتذه اللي قريت عندهم واللي كاع ما قريت عندهم.